ये सिलसिला तेता तेता وانا باري من شوي رجعت وطلعت لعند أرناف. شفتها قبل ما تطلع كانت متوترة ومزعوجة كتير. سألتها شو صاير معها وقالت لي إنه في مشكلة بالشغل. حبيبتي فهميني منا شو القصة، ما عم أعرف شو عم تعمل هالبنت. صح اسمعي، أنا كنت عم فكر روح على المعبد وآخذ موعد من الكاهن مشان الخطبة واسأله شو اليوم المناسب لموعد خطبة روهان وباري. تعرفي روهان ما له قرايبين هون ونحن لازم نهتم بكل شيء. بس يخلص شغله ويرجع من ناسيك، رح أقعد أحكي معه ونتفق على كل شيء. تيتا ليش كتير مستعجلة؟ طبعاً بدي استعجل بنتي، يعني باري وروهان بيحبوا بعضهم كتير وما حدا منا عنده اعتراض على هالزواج، بقى ليش نأجل؟ بنتي هالحياة قصيرة، لهيك أنا بدي أمن عليكم كلكم لحتى موت وقلبي مطمن. بس إذا تيتا حكت مع روهان بخصوص خطبته هو وباري أكيد ما رح يقبل ورح يرفض طلبه ورح يخبرها إنه أنا وياه منحب بعض. تيتا ها؟ تيتا أنا فهمانة بشو عم تفكري، بس أنا برأيي إنه لازم نعطي روهان وبهري شوية وقت كمان، بما إنه لسه لحد هلأ هنن ما حكولنا ولا خبرونا شي عن علاقتهم، وإذا رحنا حكينا بموضوع الخطبة فجأة أكيد هنن رح يستغربوا وينحرجوا. وما تنسي روهان عايش معنا بصفته مستأجر مورفي، ونحن لازم نعطيه شوية وقت لحتى يلاقي بيته يستقر ويصير قادر يصرف عليها، ومنه بهالفترة بيكونوا قضوا وقت أطول سوا وتعرفوا على بعضهم أكتر، وبعدها احكي معهم بخصوص موضوع الخطبة والزواج. بصراحة أنا نسيت كل هاد وما قدرت أفكر بشي. منيح إنك ذكرتيني، أنا تحمست كتير لما شفت باري مبسوطة، ما فكرت غير بالخطبة وتحضيرات العرس ونسيت الباقي. اسمعي هلأ أنت صرت رفيقته لروهان ما؟ وأكيد اتنيناتهم رح يحكولك عن مشاعرهم اتجاه بعضهم. أنت فوراً افتحي موضوع الزواج ماشي؟ حلو، حبيت الفكرة؟ ايه رح جيب لك المصاري، وين بدي لاقيك؟ ليش عم تهدد؟ قلت لك جاي. بابا؟ لوين رايح؟ بصراحة الموضوع هو عندي شوية شغل، لازم روح. غريبة، إذا كان بابا عم يحكي مع عمي ليش توتر وخاف هالقد؟ أكيد أبي مخبي عني شي. على كل حال أهم شي اليوم هو ميسي، واجبي إنه خبرها الخبر الحلو وإلا إني سهلت الموضوع عليها.
باري اهدي بس شوي. اسمعيني، اوعك تقولي هالحكي لميستي ماشي؟ وعديني انك ما رح تخبري ميستي بكلام فير. اذا كان في احتمال لو 1% انه فير عم بيكذب، تخيلي شو رح تحس ميستي. اكيد رح تخجل وتنحرج ورح تنقهر كتير لانه اختها عم تفكر فيها بهالطريقة. لا أرناف، بعد ما عرفت كل هاد ما بقى فيي امشي خطوة تجاه روهان، وبكل مرة رح فكر فيه رح حس انه في شي غلط. انا ما فيني اتجاهل الموضوع ابدا، ولنفترض انه علاقتي انا وروهان اتطورت واستمرت، انا رح ضل حاسة بالذنب دايما اني سرقت حب ميستي. لا انت اكيد جنيتي باري، قدر فير يقنعك بالقصة من الكلمتين اللي قالون. اكيد ميستي ما بتحب روهان، لوين راح بخيالك وافكارك انت؟ لا ارناف، ما بدي تكبر القصة، لهيك انا لازم احكي مع ميستي وافهم منها. باري اسمعي مني، انت عم تغلطي غلطة كبيرة، رجعي فكري منيح باللي رح تعمليه، لا تحكي مع ميستي. فير صار بيعرف كل شي بخصوص قصتي أنا وروهان، ليش عم يتصل فيني؟ ميستي ألف مبروك. أنا ما بدي أحكي معك، بكل الأحوال صرت بتعرف أنا شو بدي إلك بقى. روقي شوي واسمعيني، أنا ما اتصلت لأعمل مشاكل، أنا عم دقلك لحتى خبرك أنه عدو قصة حبك الأساسي هو أنا، وأنت قدرتي تخلصي مني بسهولة وقلتي لي ما رح يمشي الحال وإنك ما بتحبيني ومن هالحكي الفاضي، بس ما قلتي لي الحقيقة ميستي. كان لازم تقولي ليك فير، أنا ما بحبك لأني بحب رفيقك روهان. خلص خراس بقى. طيب أنا آسف، نسيت إني ما اتصلت لأعمل معك مشكلة، أنا عن جد بعتذر كتير. طيب ميستي، أنا عن جد كتير مبسوط لأنك فعلاً قدرتي تحبي حدا غير حالك. أنت كسرتي لي قلبي وأنا بتمنى تسمعيني. بدي أطلب منك طلب، بدي منك أنه وقت تملي من روهان بتمنى ما تضحكي عليه، يعني ما تبلشي بعلاقة جديدة بعد ما تتركي مباشرة. أنت بتعرفي أنه أنا قوي وقدرت أنسى، بس المسكين ما رح يقدر يتجاوزك لأنه ما إله حدا بهالدنيا أبداً غيري أنا. أو عفواً بقصد كنت أنا. إيه مزبوط، وإنت كمان انتهيت من حياتي وخلص، خلصت منك بسهولة يعني، والأحسن تحكي هالحكي الفاضي لحدا غيري. إيه ليش؟ مو أنت بلشتي هاي المسرحية؟ لهيك لازم تتحملي للآخر. أنا حاولت كتير لحتى أقدر أعرف مين في بحياتك، وهلأ لأني عرفت بدك تسكتي وتسمعيني. أي منرجع لموضوع عدوك الأول، خلصي منه، بس كيف رح تقدري تبعدي البقايا؟ شو بتقصد؟ أوه فهمت عليكي، لسه ما عرفتي، لأنه عيلتك بتخبي أسرار كتير. مو مشكلة، أنا بخبرك، عدوك التاني يا حلوة باري. تخيلي هي كمان بتحب روهان. هلأ يلي لسه ما عرفته أنا هو روهان مين بيحب؟ لحظة شوي، معقول يكون روهان بيحبكن أنتو التنتين؟ ما بتعرفي. خلص خراس بقى. ايه بعتذر ميستي، بس بصراحة أنا مو جاي عبالي اسمعك، وبالمناسبة لسه ما خلصت، لا بقى تقاطعيني لأنه عم بتشوشيلي تفكيري، خليني كمل على الآخر.
المهم كنت عم أقول إنه أنت بتحبي روهان، صح؟ وهو كمان بيحبك، بس مثل ما بتعرفي الحياة معادلة، صح ميسي؟ لهيك قبل ما أعرف بموضوعكم كنت بعرف من الأساس إنه أختك الصغيرة باري بتحبه لروهان كمان. إيه؟ أرناف خبرني القصة، والمسكينة باري ما كانت بتعرف إنه أختها عاملة علاقة بالشاب اللي بتحبه من ورا ظهرها. هلأ هي أكيد ما نعرفاني شو بدها تعمل. لا تعملي حالك خجلانة، لأنه أنت ما فيكي أخلاق من الأصل. فكرت إنه أعمل معك شغلة منيحة وقلت أحسن شي خبر باري إنه في علاقة بينك وبين روهان. بس بتعرفي ميسي، لما عرفت باري بالموضوع انقهرت كتير. بتعرفي حتى أنا زعلت عليها من كل قلبي، لأنه أكيد حسيت إنك غدرتي فيها وخنتيها. ليكي، أنت خنتيها وخنتيني إلي، فحسيت إنه من واجبي ساعدها. هلأ أنا بطبعي بكره الخيانة، لهيك وقت عرفت الحقيقة خبرتها فيها، وهيك تخلص مهمتي. عادي فكري شو بدك تعملي. قلت لك يا ميسي، إذا ما كنتي إلي ما رح أسمح لك تكوني لحدا تاني. ليكي، الفكرة إنه أنا بعرفك كتير منيح، وبعرف منيح قديش بتعني لك باري، لهيك متأكد إنك رح تودعي حبيبك. وين كنت؟ صار لي ساعة عم دق الجرس. باري هون شي؟ ايه ليكا جوا، قاعدة بغرفتي. باري؟ باري؟ يا أنسي، حضرتك قاعدة هون ومرتاحة وأنا صار لي ساعتين عم دور عليكي؟ يلا امشي، أنا ميتة من الجوع. بعدين يا بنت، اليوم بدنا نحتفل على فكرة. شو في باري؟ ليش عم تبكي؟ أنا قلت لك بدنا نحتفل، ليش زعلتي؟ وعلى فكرة يا بنت، سرك الصغير انكشف وعرفت كل شي كمان. أنا عرفت بقصة حبك أنت وروهان، تيتا خبرتني إنكم بتحبوا بعض وحكت لي كيف شافتكم. هاي خبرية حلوة كتير، ليش عم تبكي؟ كيف بدها تكون خبرية حلوة؟ ميستي، أنا بعرف إنه أنت وروهان بتحبوا بعض. لو سمحتي
لا تعملي حالك مبسوطة قدامي. أنا كتير آسفة يا ميستي، أصلاً أنا ما كنت بعرف إنه في مشاعر بيناتكن. هو أنا عن جد ما بعرف إمتى صرت بحبه لروهان. أنا ما فهمت كيف قدرت أتعلق فيه. أنا عن جد بعتذر منك. لو كنت بعرف إنك حاببتي أو عرفت إنه روهان حابك كنت تحكمت بمشاعري. ما كنت رح فكر فيه أبداً. أنا ما كنت حبيته من الأساس ولا حتى سمحت لحالي بهالشي. أنا كتير كتير آسفة. هلأ عرفت إنك حاببتي لروهان، لهيك أنا بوعدك ميستي أنه ما رح أتدخل بينك وبينه أبداً، لأنه ما في حدا أهم منك عندي ولا حتى الحب. شو عم تحكي باري؟ أنا وروهان حابين بعض؟ أنتي عم تمزحي معي؟ مستحيل نتفق أنا وروهان على شيء، حتى لو بدها تطبق السماء على الأرض. هذا الشيء مستحيل يصير. ما قلتي لي باري، بعمرك شفتي السماء والأرض متحدين مع بعض؟ أحياناً لما منطلع على السماء منفكر إنه هنن مترابطين مع بعض، بس هذا مجرد انعكاس. على كلن هذا روهان ما نستاهلي أبداً. ما بقدر حتى أفكر فيه. أنتي عم بتكذبي. لا تحاولي تكذبي علي ولا تعيشيني بوهم. لا تفكري إنه هالكلام رح يمرق علي. شو هالحكي هاد؟ أنتي جنيتي باري؟ شو عم يصير معك؟ شو هالمجنونة هي يا أرناف؟ ممكن تشرح لها؟ هي الغيرة دليل على إنك حابة مو أنا. أنا عم قلك إني ما بطيقه لهالغبي، كيف بدي فهمك هذا الشي؟ روهان ماله غبي. يا عيني عليكي. لهالدرجة حبه عم بيأثر فيكي؟ ما بدك حدا يجيب سيرته بالعاطل قدامك يعني؟ لكي باري، القصة ما بدها تفسير، طلعي على حالك وشوفي قديش انتي حبيبتي. بس قد ما كنتي عشقانتي رح ضل بنظري غبي لو شو ما صار. اسمعي باري، أنا وروهان كتير منختلف عن بعض بكل شي. انتي بتعرفي طريقة تفكيرنا. أنا وياه أحياناً منقعد مع بعض ومنحكي بشوية قصص ومشاكل، بس من شانك انتي هالشي كله، لأنه لما كنا نتخانق مع بعض انتي كنتي تزعلي مني وبحس انك تتضايقي. وانتي بتعرفي يا باري انه ما فيني اجرح مشاعرك بسبب شوية افكار بلا طعمة بدك تكسري له قلبه لروهان. هالشي ما بيصير. ليكي باري، إذا صدقتي أوكي، وإذا ما بدك تصدقي فهي مو مشكلتي. روهان بالنسبة لإلي مستأجر بهذا البيت وبس. هذا الكلام ما بيتصدق أبداً، لأني بعرفك كتير منيح لما تمثلي. قد ما حاولتي تلفي وتدوري وتنكري إنك بتحبيه ما فيك تخبي هالشي. وهي هي الحقيقة. هي الحقيقة؟ استني دقيقة بس ميستي، عشو عم بتدوري؟ دقيقة واحدة، استني دقيقة واحدة. شو السؤال هاد؟
طلعي شوفي هالصورة. وهلأ بعد ما شفتي هالصور شو الشي اللي استنتجتي؟ قليلي لشوف. خليني ساعدك. انتي لما شفتي هاي الصورة أكيد فكرتي إنه ستي عم تطلع على روهان نظرة حب وحنية، وهي عمتي بوا وروهان لما شفتيهم مبسوطين مع بعض معناها روهان وعمتي بوا صاروا مغرومين ببعض؟ اطلعي على هي الصورة رح تفكري إنه روهان وأرناف صاروا مثليين فجأة. طلعي على روهان قديش بحبه لأرناف. يا ترى شو صاير مع ميستي؟ شو قصدي بهذا السؤال؟ أنا مين؟ عم تمزح معي ولا لا؟ ماني قدران نفهم عليها لأنه ولا مرة مزحت معي هيك مزحة. باري حبيبتي لا تكوني هبلة، روهان شاب حلو وحباب وكتير أخلاقه حلوة. إذا كل البنات معجبين فيه فهذا الشيء ما بيعني إنه أنا كمان معجبة فيه، فهمتي؟ إن الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق التغطية. مسكر؟ شو صار؟ أنت ليش ساكتة؟ أنا هذا يلي كنت عم حاول اشرح لك يا باري، انه أرناف عم يطلع على روهان كصديق وستي بتعتبره مثل ابنها وبوها بتشوفه انه ابن اختها. وانتي ما بيهمني، حتى كلمة رفيق ما بتطلع من تمي. أنا بالفترة الأخيرة صرت سايره شوي وحاول إني أكون لطيفة معه بس منشان ما تزعلي. أي ما قلتي لي مين يلي بعت لك هاي الصورة؟ فير اللي بعتها. فير يلي بعتها؟ فير عم يحاول يعمل لك غسيل دماغ ويسمم أفكارك وإنتي بكل غباء بتصدقي هيك واحد باري؟ انتي بتعرفي شو عمل معي وكيف صار بعد ما تركنا؟ بعد ما تركته حس انه جرحت مشاعره ومنشان يضايقني صار يحكي علي قدام العالم. بس انتي كنتي مع روهان؟ باري انتي بتعرفي انه سيارة روهان كانت معطلة وانا قلت لحالي بما انه شغله على طريقي باخده معي، ولما وصلت على الاستديو روهان كان متضايق كتير. بوقتها عارضة الازياء ما فهمت شو بده منا وروهان طلب مني إني ساعده، فقلت يا بنت معلش بضل الشبر في ألباري. وبيني وبينك مين ما بده يتصور مع مصور أزياء مشهور كتير، لهيك قلت أوكي. فتت على الغرفة وغيرت تيابي وبعدين طلعت وكان روهان عم يشرح للعارضة شو لازم تعمل وكيف توقف وفهمت شو الفكرة. هذا كل شي. ليكي إذا مانك مصدقة هالحكي لما يرجع روهان من ناسيك عندي معه وسألي لإله منيح؟ بس باري انتي قلتي لي انه فير بعت الصورة بس ما قلتي لي مين يلي صورنا. خلينا نفترض انه بهداك المكان فير كان موجود وهو يلي اخذ الصورة، طيب ليش السيد فير ما واجهنا بوقتها لما شافنا مع بعض؟ حابة تعرفي ليش؟ لانه حب يزرع هي الفكرة براسك ويستغل نقطة الضعف يلي عندك. لك بهدلني قدام العالم وما استحى على حاله وهي الفرصة اجت برجليها لعنده، كيف بده يتركها تروح؟ شرفي أنا اللي بعت له الرسالة وعم يتصل فيكي أنتي. باري مرحبا، آسف عم بزعجك بس أنا رايح بكرة على فينيانت وكنت حابب أسألك شو جبلك معي؟ بدك مبيت أحمر ولا مبيت أبيض؟ هو مبيت أحمر باري شي أكيد. مبيت أحمر كيف راحت هي عن بالي؟ بس حبيت أتأكد منك شو بتحبي؟ أحمر ولا أبيض؟ ذكرت أحمر. إيه أحمر. إيه باري كنت بدي أسألك عن ميستي هلأ. باري نسيت أسألك شو بدها ميستي؟ شو بتحب تشرب هي أبيض ولا أحمر؟
إذا ما بتعرفي انسي الموضوع، أنا رح أتصل فيها فوراً على التليفونة وأتأكد. ماشي؟ ميستي جنبي، احكي معه. ألو؟ روهان، إذا بدك جيب نبيت أحمر أو نبيت أبيض ما بتفرق معي بصراحة. إذا ما جبت نبيت كمان ما في مشكلة، ما بدنا نعذبك، بدنا سلامتك. ميستي فهميني، أنت شو صاير لك وشو عم تخبصي وشو هالسؤال اللي عم تسأليه بلا طعمة؟ حابة تضايقيني؟ عم قلك جيب النبيت يلي بدك يا، عن جد ما بتفرق معي. حابة أسألك سؤال، قلي شو بتعني لك باري؟ ميستي بكفي لهون، جاوبني، لأنه أنا وباري عم نلعب لعبة. لو سمحت جاوب على قد السؤال وبسرعة. ميستي شو هالسؤال هاد؟ وطي صوتك، خلينا نشوف شو بده يحكي. روهان جاوبنا، نحن ناطرينك، وفتحت الميكروفون كمان. باري رفيقة غالية على قلبي ومميزة كتير، ما في أطيب من قلبها، وفيني أحكي لها كل شي عني وبدون تفكير. هي رفيقتي الحلوة، أنا ما برتاح إلا لما أكون حدا، ما في حدا مثلها. وأنا؟ يا ربي، بعرف أني عم جازف بسؤالي هاد، بس ما عندي غير هالخيار. يا رب كون معي، أنت عارفان أنه كل شي عم أعمله بيكون لمصلحة الكل. شو روهان؟ أنت الأخت المجنونة لرفيقتي، وأنت الشاب الغبي كتير. أوكي باي. انبسطتي؟ لا أكيد هالبنت في بعقلها شي، هي عم تتصرف بطريقة غريبة. بتمنى يكون كل شي منيح، ما بعرف ليش حاسس من مبارح إنه صاير شي. وهلأ سمعتي كل شي بإذنك، ومنيح إنه روهان رد وسايرني شوي. ميستي هي أختك باري، خالصة على الأخير. لك صار لي قديش عم اشرح لها، بس هي طبعاً ما بترد على هذا المسكين. هبلة. أنا ماني مصدقة يلي عملتيه فينا. كنتي رح تدمري حياتك كلها مشان تروحي تصدقي إنسان تافه مثل فير؟ تخيلي إنه ما قلت لك هالكلام هاد، كان رح يصير اسمك بالعائلة البنت الغبية باري. بس ليكي، إذا كان في أي شي تاني بقلبك بدك توعديني إنك تجي وتخبريني فوراً، مو ترجعي تعيدي نفس الغلط مرة تانية. أنا بوعدك. أرناف شو رأيك نحتفل اليوم كلنا سوا؟ فكرة بتاخد العقل، أنا راجع لكم. طيب باري، بدك تحكي لي روهان طلب إيدك للزواج ولا لسه؟ لا لهلأ ما تقدم لي، بس كتب لي بطاقة مكتوب علي بحبك. وبتعرفي شو؟ هي البطاقة ستي اللي شافتها بالأول، بصراحة كان لازم لاقيها أنا. عن جد هالشي كتير حلو باري، ما كنت بعرف إنه روهان حدا خجول كل هالقد وما بيقدر يعبر لك عن حبه ببساطة. بتعرفي شو؟ إذا ما أجا لعندك وحكى معك بشكل مباشر، أوعك تروحي وتركضي لعنده وتحكي له يلي بقلبك. فهمتي علي؟ ليكي، حتى إذا قالك روهان إنه بحبك، أوعك تكوني سهلة كتير وتقولي له إنك بتحبيه فوراً. أنتوا الاثنين لازم تاخدوا راحتكن مع بعض، روحوا وتمشوا، بتعرفي تقربوا أكتر من بعض. قولي شو بتحبي وشو بحب هو كمان، كل شي.
وإذا ما تقدم لك بعد كل هدول القصص أنت بادري وإحكي، استعملي كاد البنات، ما بدنا هالقصة تطول. أو إذا بدك تعرفي شي رح حاول إني أعرف شو عم بيدور براسه لهالغبي وبشو بيكون عم يفكر. لا لا، انسي الموضوع، أنت معك حق، لازم نتعرف على بعض ونفهم على بعض، بعدين بقول له أنا شو حاسة تجاهه. باري، بدك توعديني وعد تاني، كل شي صار اليوم بيناتنا ويلي صار معنا نحن وفير لا تجيبي سيرته بنوب لا لروهان ولا لأي حدا. ليكي باري، أنا بضل أختك ولهيك ما زعلت منك، أنا بتفهمك، بس روهان لا تحكي له أي شي، لو حكيتي له رح يزعل كتير منك ورح يفكر إنك مواثقة فيه، ويمكن يحس إنه أنا حدا ما خرج ينحكى أي شي قدامه ويبطل يوثق فيني كمان، وهيك ما رح أرتاح بنوب، وأنا بدي الكل يرتاح وينبسط. يسلموا، صحة روهان وباري. حبيبتي فهمتي يلي كنت عم اشرح لك يا؟ بدي اياكي مبسوطة ومروقة. الحمد لله. ليكي حاسة حالي تعبت شوي بعد يلي حكيناه اليوم وما عاد عندي طاقة ابدا للشي. حكينا عن كتير شغلات وبكينا وعيطنا على بعض، وهلا حابة اطلع لبرات هي الغرفة وشم هوا واخذ نفس طويل وارتاح. ميستي؟ ميستي أنا كان قصدي. معك حق، أنا بعرف، بس هالمرة غلطتي شوي صغيرة، إنك وثقتي بالشخص الغلط، وإنتي كمان تعبت نفسيتك كتير وتعبتينا كلنا معك يا باري، لا ترجعي تعيديها. أوكي أنا قلت لك من قبل إنك تتصرفي بدون تفكير وحطي ميستي المسكينة بموقف سخيف وبلا طعمة. حصل خير.